محمد بن فيصل رئيس مجلس إدارة نادي الهلال مدة طويلة ما طلع، ولما قرر يتكلم وافق للجولة بس. الأمير محمد بن فيصل تكلم عن كل شيء، عن الهلال وطلعته من الأسيوية واللاعبين الأجانب ورجعته للهلال ونفز، وتكلم عن منصور البلوي، تكلم عن كل شيء. تعال نشوف المكالمة اللي جرت اليوم، سجلناها مع الأمير محمد بن فيصل من مقر إقامته في لندن، وكان بعد حضوره لمباراة برشلونة ومانشستر يونايتد في نهائي دوري أبطال أوروبا، حتى هذه سولفنا فيها. والله أحيانا هو التوفيق من عند الله سبحانه وتعالى. يعني الهلال في يعني صحيح أنه يعني حاولنا أكثر من مرة، لكن ما توفق الفريق أنه نحصل على البطولة بنسختها الجديدة، لكن هذا توفيق. يعني الواحد يجتهد والتوفيق من عند الله. ما حد ينكر أن الهلال الموسم هذا قدم مستوى وموسم استثنائي، ولكن أحيانا إذا الفريق ما يكون في يومه ممكن مباراة، ممكن يعني بعض الناس يعني المباراة هذه ما تلغي توفوق الهلال على الموسم كامل، ولكن أيضا أخرجتنا من بطولة مهمة. يعني يمكن كنت أتمنى يعني في بعض اللاعبين كان راحتهم في آخر مباراة في الدوري، لأن تعرف في لاعبين يعني من أهمهم أسامة هوساوي، يعني كان أهم لاعب على في الموسمين الأخيرين أو ثلاث مواسم. يعني أسامة هوساوي كان علامة فارقة في الهلال، وأنه مشارك أغلب الموسم ومقدم مستويات كبيرة، فكنا نفضل إراحته يعني على الأقل يعني في آخر مباراة مباراتين. كان في أكثر من لاعب كان يفضل إراحتهم، لكن هذا ما هو عذر. يعني أحيانا الفريق إذا ما كان في يومه يخسر. والاتحاد قدم مباراة استثنائية. يعني الاتحاد يعني ذكرنا بالاتحاد اللي قبل ثلاث مواسم واربع مواسم. يعني الاتحاد هذا ما يعني ما يلغي أنه تفوق الاتحاد في مباراة. خسارة الهلال سمو الأمير تفرح ناس كثير في البلد. والله خلينا نقول تأهل الهلال بتأهل الاتحاد بحكم انه فريق سعودي يسعد الجميع، لكن الهلال يعني هم فريقين سعوديين، ما كان في خاسر في المباراة بشكل عام. ولكن زي ما قلت لك، اذا ما تقدم شيء في المباراة وما تستحق الفوز، فالهلال ما قدم شيء في المباراة، ولكن هذا ما يلغي تفوق الهلال في الموسم وتقديم الموسم استثنائي. انت جلست على الكرسي الساخن اللي هو كرسي رئاسة الهلال، الشارع الهلالي شوي حاد سمو الأمير، ممكن تفوز بكل شيء وتخسر حاجة يكون العتب قوي جدا وحاد، هذا ليش؟ لأنه الجمهور الهلالي دائما يطلع للأفضل ويطمح، يعني مهما تحصل بطولات ينتظر البطولة اللي بعدها، يعني تعود على البطولات، تعود على المجد. وبالعكس يمكن هذا شيء مفرح، يعني لما تلقى تحصد بطولتين ثلاث في الموسم وتجي في البطولة الرابعة تلقى انتقاد لما ما تحصل البطولة، هذا يعني يسعدك لأن جمهورك يتمنى دائما الأفضل، كما أنه أنت أكيد أنك تتمنى الأفضل. سمو الأمير، لما تجلس الآن بعد ابتعاد يعني ثلاث سنوات عن رئاسة نادي الهلال وتذكر ذيك الفترة والفترة الحامية، خاصة أنك أنت رأست الهلال في فترة من أكثر فترات السخونة والتنافس في الملاعب السعودية، تتذكر منصور البلوي يا سمو الأمير؟ طبعا أتذكر، وأتذكر كان الاتحاد يعني فريق يعني استثنائي كان في هذه المواسم، يعني موسم 2004 و2005 و2006 الاتحاد كان فريق استثنائي. يعني فعلا رؤساء الأندية لهم دور مركزي في التأثير على نتائج الأندية في الدوري؟ لا طبعا، لكن دائما الفريق اللي يكون فيه عنده استقرار والتفافة أعضاء الشرف. يعني شفت في نقطة مهمة، يمكن مجلس الإدارة له دور، ولكن الدور الأهم لما يكون أعضاء الشرف ملتفين حول ناديهم، بغض النظر عن الدعم المادي أو غير دعم مادي، لكن يكون في التفافة. يعني لو يكون في اختلافات تكون داخل البيت، يكون في وقفة على الأقل ظاهرة مع الفريق، هذه لها دور كبير في استقرار الفريق وتحقيق نتائج. الآن الهلال يتكلمون عن ربما إجراء تغييرات بعد نهاية الموسم في اللاعبين الأجانب، ما أدري إذا تبغى تذكر أسماء ولا لا، بس في اعتقادك كم بالمية يحتاج كنسبة مئوية؟ هم أربع لاعبين، لو قلنا كل لاعب يشكل 25% من القائمة الأجنبية في الهلال، في اعتقادك كم بالمية الهلال يحتاج على الموسم الجديد يعمل تغيير؟ يعني
والله هذه يا اخ وليد يعني الاجر فيها اللي قريبين من الفريق يعني, وبكل امانه اللي الموجودين يعني الامير عبد الرحمن الامير نواف والاخوان اللي موجودين في النادي يعني, والعمل اللي شفناه يعني هم اظنهم يعني اكثر ناس يعني نثق فيهم ثقه كبيره, لانه ما حققوه في الفتره هذه شيء يعني يرفع الراس. ولكن انا لو تسالني انا اهم لاعب يعني اتمنى انه يكون موجود الموسم القادم هو نيفيز. تياغو نيفيز طبعا تاثيره كان واضح. طيب سؤالي الاخير لك سمو الامير, وهذا اترك لك الرد فيه اذا بغيت تجاوب عليه ولا لا. استخدم الكثير من الاطراف اللي يعني كان لهم يعني في فترات الهلال دخل في بعض الاحتكاكات مع عدد من الانديه المحليه, كان دائما يتم استعاره او التذكير او استقدام من التاريخ تصريح لك لا زال حتى الان مشكوك في صحته. تحدثت في بعض عن بعد احدى المباريات عن الحكام, ما الحكام في تعليق عندك سمو الامير على هالتصريح هذا؟ يعني هذا يعني تعرف دائما الناس يعني تحاول انه دائما التصريح اللي يكون فيه بعض الاثاره, يمكن انا اخطات انه بالتصريح كان بعد مباراه وكنت منفع, لكن تصريحي كان واضح انه الجميع يستفيد من اخطاء التحكيم, والدليل اني انا ضربت مثل لو ترجع لهذاك الوقت كان في مباراه للهلال والوحده كان الحكم الاخ ناصر الحمدان, فانا قلت الهلال استفاد من اخطاء التحكيم لان الحكم ما كان عنده لياقه كافيه انه يعني يتابع الهجمات, وكان في هجمه للوحده كانت يمكن علاء الكويكبي كان ضربة جزاء يعني تفاريس أعاق على الكويكبي, لكن الحكم كان في نص الملعب, فبعد الحكم خلانا نستفيد من سوء تقدير الحكم, فاستفدنا من خطأ الحكم ولا احتسب ضربة جزاء للوحدة ولا لا. فهذا كان استفاد من أخطاء التحكيم, لأنه كل نادي يستفيد من أخطاء التحكيم في العالم. قبل موسمين أو ثلاثة برشلونة هو أفضل فريق في العالم استفاد من خطأ حكم وتأهل لنهائي البطولة أمام تشيلسي, كان في ضربة جزاء واضحة يعني لإيتو. فيعني هي كانت الكل يستفيد من أخطاء التحكيم وسط المباراة, فالكل نقصده في هذاك الوقت إنه الحكم يجب إنه مثلا زي مثل مباراة الهلال الوحدة كنا نتمنى الحكم يكون عنده لياقة أفضل ويكون جاهز أكثر المباراة مثل هذه, لأنه لو كان الحكم لياقيا جاهز كان قريب من الحدث وكان احتسب ضربة جزاء ولا لا. صحيح, فهي واضحة يعني أخطاء التحكيم الكل يستفيد من أخطاء التحكيم. يعني سمو الأمير أنت كنت تتحدث في ذلك التصريح عن أنه الهلال قد يكون استفاد من أخطاء الحكام شأن بقية الأندية. طبعا هذا شيء طبيعي, أي مباراة في كرة القدم تلقى فريق اليوم يستفيد من خطأ تقدير الحكم والفريق الثاني الآخر يستفيد من خطأ تقديره يمكن نفس الحكم يعني. هي قدمت طبعا ذيك قدمت دائما تقدم الآن أنها اعتراف من رئيس الهلال بوجود قائمة للحكام اللي يساعدون الهلال يعني. الهلال ما يحتاج مساعدة أحد, يمكن في بعض يمكن بعض الناس يحاول يبغى ما هو قادر يوصل ما هو قادر ينافس يبغى يشوف يعني الهلال ما يحتاج أنه أحد يساعده يعني. الهلال دائما يساعد نفسه إذا قدم مستويات اللي تليق فيه. كلمة الأخيرة سمو الأمير, محمد بن فيصل من أكثر يعني محفظ الألقاب من أكثر الشخصيات الهلالية اللي تعشقها الجمهور الهلال, شو تقول لهم من خلال الجولة؟ أقول لهم أنا أعشقهم هم عشق الأول والأخير يعني قبل أي أحد, جمهور الهلال هو العشق الأول يعني والأخير. سمو الأمير أنت في لندن الآن تفرجت على مانشستر مع برشلونة, رأيك في اللقاء؟ وما تفرجت أنا استمتعت. طبعا هو يعني هو بحد ذاته يعني ملعب ويمبلي ملعب يعني خيالي, يمكن حضرنا في أكثر من ملعب في أوروبا وفي أمريكا في يعني كثير من الدول, لكن الملعب كان يعني ملعب استثنائي ومباراة استثنائية يعني. أنا يمكن من أنصار ميلان لكن الواحد ما يمنع أنه يستمتع بأفضل فريقين من المواسم الأخيرة يعني. السؤال الأخير لك سمو الأمير, عادة رؤساء الهلال عندما يأتون لا يعودون إلا نادرا, هل من المتوقع أن يعود الأمير محمد بن فيصل في المستقبل في يوم من الأيام لرئاسة مجلس إدارة نادي الهلال؟ والله الواحد ما يعلم الغيب, ولكن اللي أعلمه الآن ومتأكد منه أنه أتمنى استمرار الأمير عبد الرحمن لأكثر من فترة, لأنه بكل أمانة هو الرجل المناسب في المكان المناسب.